لتمضية الوقت والاتجاذ بأطراف الحديث حول كاسات شاي أو فناجين قهوة. اليوم غيرت الثقافة معالم المقهى ليتحول إلى محتضن للفن والكلمة. المقاهي الثقافية ظاهرة بدأت في السنوات الأخيرة في الانتشار رغبة في تقريب الهم الثقافي من رواد المقاهي. أعطت الفرصة لهذا الشباب، هذا الجمهور، يلتقي بالفنانين اللي كيشوفهم غير في شاشة التلفزة في رمضان. احنا عطينا هذه الفرصة يكون حوار مباشر، يتواصل مع يتصور مع إضافة لمجموعة من الشعراء وهو المفكين عتي المغاربة اللي صبح اللقاء توقيع ديوان توقيع رواية توقيع قصة، يعني ثقافة جديدة، فضاء يختلف عن الفضاء الثقافية التقليدية. صوت شجي يسبح في فضاء المقهى ناقلا روادها إلى عالم غير معتاد في هذا المكان. مثقفون وفنانون رأوا في المقاهي الأدبية متنفسا جديدا للقاء الجمهور وخدمة الثقافة. كنشوفها جميلة جدا جميلة جدا، وكتفكرنا بالأيام الفن الحقيقي الجميل. يعني انت بحالي كتشوف ما شاء الله كيفاش الناس كتجاوب مع الملحون ومع الاغنيه المغربيه الكلاسيكيه. وطبعا ما محتكرش على مدينه او جوج المدن، فهو يتنقل من تقريبا من طنجه للكويره لخلق هذه الحركه الثقافيه والفنيه لتنميه الثقافه والفن، لانه احنا محتاجين يعني نستعملوا كل الوسائل باش يبقى هذا التواصل ما بين الفنان وجمهوره. طبعا المقاهي الثقافية فضاء مفتوح للنقاش والتداول في مواضيع بعيدة عن حوار المقاهي، خروج عن الروتين استحسنه من حضر هذا المقهى. طبعا المقاهي الثقافية بالمغرب أصبحت تلعب دورا مهما في ترسيخ الثقافة بشكل عام، وذلك من خلال استضافة مجموعة من المفكرين والمثقفين والشعراء والزجالين والفنانين. هي من آلية من آليات ربما هي عاد توصل الثقافة للجمهور، يعني هي هبطت عند الجمهور، يعني مشات المقاهي، وتنعرفوا بأن المقاهي شوية لها واحد نوع من الجمهور تيجلسوا ربما هما عازفين على الثقافة، الثقافة جات لعندهم. انفتاح على الجمهور وتقريب للثقافة تمثله المقاهي الأدبية، جهد يحتاج الدعم والتطوير من أجل المساهمة في خلق متنفسات ثقافية سهلة الولوج وسريعة الوصول إلى المتلقي.